السلام عليكم. النهاردة هنجمع محصول الطماطم الشيري، نقطع كده طماطم الشيري الكرزية.
بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنشرح مع بعض طريقة زراعة الشاي الأزرق. أهم حاجة عندي إن أنا أكون مجهز تربة صناعية اللي هي تربة البطمس دي، وحاجة أزرع فيها ده علبة جلي قديمة وبذرة. طيب هعمل إيه؟ الموضوع سهل جدا، زي ما زرعت كده وطلعت هزرع هنا بنفس الطريقة. الفيديو ده عشان تتعلموا إزاي تزرعوا البذور. كده احنا فضينا البطنس، هنعمل ايه؟ هنزود مية بالطريقة دي كده. ونجهزها ان هي تستقبل البذرة. اهم حاجة عندي ان انا احافظ دايما على رطوبة المية، التربة ما خليش التربة تنشف. اجيب بذرة الشاي، اي بذرة مهما كانت من اي نوع، واحطها بالطريقة دي في قلب البطنس واغطيها، ادوس عليها لتحت اغطيها واسيبها واستنى من 10 ايام ل15 يوم، هلاقي البذرة ان شاء الله نبتت. انا هزرعها معاكم وهسيبها زي ما هي في مكانها، بس انا هتابعها كل يومين او كل 3 ايام، لما تحس ان التربة نشفت هديها شوية مية تطلع معايا بالطريقة دي كده. انا زرعت بذرتين زي ما انتم شايفين طالعين اهو ما شاء الله. طريقة زراعة دوار الشمس، يكون عندنا قصيص مروي زي ما نشوف المية في كده. نجيب بذور دوار الشمس نحط في كل مكان بذرتين بالطريقة دي كده. اهم حاجه تكون بذور دوار الشمس مخصصه للزراعه مش للاكل، ما تكونش محمصه. لو محمصه مش هتنبت، لازم تكون مش محمصه ومش مبخره. احيانا الناس تشتري من ميله اللب بذور دي مبخره، اتاكد انها مش متبخره ولا محمصه عشان تنبت معاك. كده النهارده 5 رمضان، مش عارف تاريخ ايه، في شهر 5 باين، شهر 4، 5 رمضان، يعني افتكرها ب5 رمضان. احنا زرعنا ب5 رمضان، هنشوف هتنبت بعد كام يوم. كده جهزنا القصيص للزراعة، في مية بسيطة اللي هو مية اللي واقفة، وجهزناه بحيث ان احنا ممكن نزرع فيه بذور الكركديه. هنعمل بذور كده ندورها على سطح القصيص ونغطي بشوية تربة.
نفردها ونرش عليها شوية مية بالطريقة دي كده. ونسيب الكركديه مدة 4 أو 5 أيام بالظبط، هتلاقيه بدأ ينبت وورقته الحقيقية أو التانية ورقة ظهرت معاه. وده كانت طريقة زراعة الكركديه. ده فلفل ألوان زرعناه من فترة اهوت، احنا زرعنا قبل كده اللهم صل على النبي عباد الشمس، عباد الشمس نبت اهو، عباد الشمس بدأ ينبت وظهرت ورقته. ده البطيخ بدأ ورقته التانية تظهر اهي. باذنجان اهو. المهم من عباد الشمس نزرعناه يوم 5 رمضان، والنهاردة 11 رمضان أو 10 رمضان، نبت في خلال 5 أيام. السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله هنشرح طريقة زراعة الذرة. بيجي من عندي بتاع الحبوب والبذور بالشكل ده كده مع لونه الاحمر، حماية منه من الافات. يعني هنحتاج لزراعته قصيص يكون مروي، نعمل حفرة في النص كده بأي حاجة، نحط البذور ونوزعها. يعني ممكن نحط في الجناب زي ما احنا عايزين، بس انا عايز ازرع في النص بس. ونغطي، غطي كويس، بخاخ ونرش عليه. بالظبط اقل من اسبوع هتكون البذور منبته وتاخد منها احلى ذره ان شاء الله. ده عباد الشمس اللي زرعناه اخر مره مع بعض. لو شايفين بالطريقه دي كده ما خدش مجهود. اهم حاجه تكون البذور كويسه. ادي باميه وبطيخ احنا نقلناه اخر مرة. بطيخ نقلناه بياخد 3 أيام أو 4 أيام وبعدين بيتعدل تاني. يعني حتى لو البطيخة دبلت منك عادي تاخد 3 أيام وتتعدل تاني. تحياتي.